نعمل عجه بطاطس. طب ايه مكوناتها؟ بطاطس مسلوقه، انا قطعت قشرت بطاطس وقطعتها مكعبات وسلقتها في ميه مش كتير، ماشي، بيض، طماطم، بصل، بقدونس، ده شويه شطه، ثوم، معلقه بيكنج باودر، حوالي ربع كوبايه من الدقيق، ماشي، بيكنج باودر، كاري، كركم، كمون، بهارات بلدي تحبيها، مظبوط كده، بس كده. طب اول حاجه ناخدها البصل، نعمل فيه ايه؟ ندبله على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده شويه زيت او سمنه، ممكن ناخد زيت وسمنه، قصدي هتخش جوه العجه كلها بقى، عشان كده انا بقى ايه باخدها كلها من دلوقتي. ممكن ناخد ايه معلقتين زيت كده مع نص معلقه سمنه، تديها طعم، يعني هي الزيت بيطري برضو والسمنه نفس الحكايه، وبتديك السمنه بتدي طعم جامد، او الزيت ملوش طعم يعتبر، انما اللي بيديك طعم في الحاجه السمنه. احط هنا البصل، واحط له رشه الملح، واخليها شويه ما تسخن، شكلها لسه ما سخنتش. اهرس البطاطس دي بشوكه، او هرس البطاطس، او تسلقيها سليمه وتبشريها، كل دوت معاكي ايه شغال. بصوا كده البطاطس انا عملت لها البصل، عملت ايه؟ ملح وفلفل، وحطيت التوم عليها، وحطيت معلقه الكاري والكركم او الكاري، الاثنين ماشي شغاليهم عادي مفيش مشكله، واقلبيهم كده مع بعض. تمام، انا بس الطماطم مقطعه كده صغيره هنا، وننزل عليها البصل اللي احنا عملناه مع التوم والكركم، وهنزل هنا بيض، هحط حوالي 5 أو 6 بيضات عليها، هي دي اللي هتمسك لي وتعملها لي ايه عجه شكلها حلو كده شبه كيكايه كده. نقعد 5 أو 6 بيضات، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وحوالي كده نص كوبايه دقيق، دي عشان برضو تعمل لنا ايه نفشان شويه في الكيكه، او تعملها لها مزاج. حاضر دلوقتي حالا، واقلب ده كله واحطه في الصينيه.